الوصية العسكرية التي تركها الراحل الحسن الثاني للملك محمد السادس. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. لم يتردد الحسن الثاني في تلقين الملك محمد السادس ولي العهد آنذاك درسا في كيفية التعامل مع العمود الفقري لحكمه في إشارة للقوات المسلحة الملكية. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد خاطب ولي العهد سيدي محمد عندما عينه منسقا للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، حيث قال له: واعلم رعاك الله زيادة على هذا أن الأيام التي كان يعتبر فيها الجيش كطرف من الأمة بمعزل عن المشاكل الأخرى، تلك المدة قد انقرضت. فمن قبل كان يمنع على الجيش أن يتسيس، وكان يمنع عليه أن يفكر في مآل بلاده، وكان ممنوعا على الجيش تقريبا أن توجد بين يديه صحف. واليوم تغيرت الظروف، ذلك أن اليوم يجب على كل ضابط صف وجندي أن يكون على اطلاع تام أكثر ما يمكن بما يجري في بلاده، وأن يكون فكره فكرا سياسيا لا تلك السياسة السياسية المحترفة، بل السياسة العليا العظمى التي تكون الأهداف والمطامح إما العاجلة أو الآجلة أو المستمرة لسير بلده وتخطيط سياسته. اعلم إذن أن للضباط وضباط الصف والجنود إخوانا وأخوات، منهم من يلج المدارس ومنهم من يلج الكليات، ولأسرهم أشخاصا منخرطين في الأحزاب السياسية، ولأسرهم أفرادا منخرطين في النقابات المهنية. هذا كله يجعل من الضباط وضباط الصف والجنود ليسوا بمعزل عما يجري حولهم، بل يجب أن يكونوا على بينة مما يجري حولهم حتى يميزوا الخبيث من الطيب، وحتى يتعاطوا للسياسة العليا التي ترمي إلى إدراك الأهداف الدائمة للسياسة السياسية التي يحترفها الناس طبقا للدستور ومقتضيات الدستور. يشار إلى أن هذا الخطاب يعود لسنة 85 في ظل التحولات العسكرية التي عرفها الجيش، إذ كان الحسن الثاني يعي جيدا هذه التغيرات التي ستحدث في أوساطه. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.